سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ماشي وصفه، اليوم تدبيره للشوكولا البيضاء وليست السوداء. بما انكم عندكم بزاف مشاكل معها، ويعني المشكله الكبيرة هو الملونات الرخيصه اللي تفسدها، كذلك الماء اللي يفسدها، كذلك انه تجي بهتة ما تجيش نماعه، اضافه الى ذلك في السخانه الدوب، وبالتالي بزاف اللي عندهم مشكل معها. فكما راكم تلاحظوا اليوم حبيت نعطيكم واحد التدبيره اللي انا شخصيا نعتمدها وعجبتني بالبزاف. ولكن اول حاجه نقول لكم بلي هذه التدبيره خاصه فقط بالكلاصاج، يعني هذا الشوكولا لما نديروا لها هذه الطريقه مش راح نقدروا نخدموا بها في الليمون تاع السيليكون او في مول الارابيسك او في الليمون هذوك البلاستيكيه، هذه غير للكلاصاج. كما راكم تلاحظوا هنا في وعاء زجاجي قطعت الشوكولا الى قطع صغيره، في كسرونه حطيت شويه تاع ما دوك لما يغلي نقص النار ونحط الشوكولا تاعي الدوب على حمامه. هنايا هذا الشوكولا كذلك واجهت معاها مشكل، هي بنينه ولكن نوعيتها شويه سيئه لانه ما تدوبش تولي ما يعني تبقى ثقيله. فهنايا هذا هو يعني الشيء اللي خلاني ندير هذه الطريقه واللي ساعدتني بزاف في انه نصلحها نرجعها سائله تجي كميه اوفر وتجي ناجحه 100%. اذا ندوبها ونرجع لكم. اذا البنات ها هي الشوكولا نتاعنا بعد ما ذوبتها، نهزها لكم بالملعقه تشوفوها كيفاش. واش ندير؟ راح نحط قطره فقط نتاع ملون، تحبوا حطوا اي ملون سائل رخيص في الثمن. هنايا نحاول نتحصل على اللون الوردي، اذا احنا الان واش حندير؟ راح نضيف لها الماء الساخن ونزيد نطلقها بالباتر، واذا يعني فسدت وتجمدت نفس الطريقه ديروا هنا. انا ما فسدت ليش، اما نتوما اذا فسدت وشتوها جمدت خلاص ديروا نفس الطريقه اللي راح نديرها انا درك. اذا البنات هنا راح نزيد لها شويه ماء، شوفوا دركا لاحظوا معايا جيدا، اذا كما راكم تلاحظوا راهي فزت لان مش حندي نضربها بالباتور ونعاود نصلحها مع اضافه الماء الساخن ساخن جدا تدريجيا حتى توصل للقوام اللي نحوصوا عليه حنا. في نفس الوقت الملون راهو ماشي خاص بالشوكولا، يعني هذاك الغالي فبقات في حبيبات، هذاك الماء الساخن راح يذوب هذيك الحبيبات. هنا القوام يبان لي مازال شويه ثقيل، راح نزيد الماء الساخن. التوجور نضرب بالباتر، اذا ها هو القوام كما راكم تلاحظوا. الان راح نقلاصي قدامكم. هنا البنات الصابلي اللي راح نقلاصيه كنت حطيته في الثلاجه لانه محشي بكريمه الزبده ذوق الفراوله، وبالتالي باش تتماسك هذه كريمة الزبدة وما يتحركوليش الكعبات من فوق بعضهم. والآن راح نقلاصيه كما راكم تلاحظوا، شوكولا سائلة وقوامها يعني ما يتعبش في الخدمة. ننفضوها جيدا، ننفضو مليح باش الطبقة نتاع الشوكولا تجي رقيقة وبالتالي ما تقهمناش ويعني ما تسرعناش هذيك الحلاوة نتاع الشوكولا. ثم نحطها كما راكم تلاحظوا دايره هنا صينيه دايره فوقها ورق بلاستيكي ونخليها تجف. هي راح ليه ليه يعني راح ليه ليه تنشف، وهذه حبه اللي كنت سبق وكلاصيتها وراهي نشفت وراهي راني حطتها في الحراره، يعني كما راكم تلاحظوا ناشفه تماما. ها هي ما فيها حتى مشكل، لون الشوكولا رائع، لو يعني بصح وبقية طريه مش كيما كتبت الشوكولا وحديها تي، بس لو راح نضغط عليها شويه بصبعي راح يبقى الاثر. هذا بالنسبه للشوكولا البيضاء. اما الشوكولا البنيه والشوكولا السوداء فنكتفيو انه نزيدو لهم ملعقه كبيره تاع نشا
مايزينا، هذيك تدبيره سريعه فقط، وراح تبقى لكم محافظه على القوام نتاعها وما تذوبش في السخانه. واذا شفتوا باللي الشوكولاته تاعكم من بعد زادت تماسكت، زيدوا ضيفوا لها الماء المغلي وزيدوا توجور خبطوها بالباتور وكملوا الخدمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا التدبيره. اذا عجبتكم ديروا لي جيم في لا فيديو وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.